جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ له فقرة أخرى عن الرقية، يقول: هل الإنسان مأزور عندما يذهب بولده الصغير الذي أصابه المرض لمدة سنة إلى الرقاة كي يقرأ عليه، وما حكم كتابة الآيات وتعليق هذه الآيات في عنقه؟ أما الذهاب به إلى الرقاة الموثوقين من أهل العلم والبصيرة فلا بأس بذلك، هذا من فعل الأسباب. نعم. وأما تعليق الآيات على المريض فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم، وقال: إن التمائم والتولة، إن التمائم والرقاء والتولة شرك. فتعليق التمائم يعتبر من الشرك بلفظ هذا الحديث، لأن الإنسان يتعلق بها ويظن أنها تدفع أو ترفع البلاء، فينسى الله سبحانه وتعالى. فلذلك تكفي الرقية الشرعية عن تعليق التمائم. نعم.